السلام عليكم، اذا مغرق بدات ديالي. السلام عليكم، كي دايرين؟ كيف داتها ولي بام ديك لاباس ياك بخير؟ انا كنت كامله بس دارو، انا نتمنى تكون بخير وعلى خير ان شاء الله. انت غصبنا راه دار العيد الميلاد نور الهدى ياك نور الهدى. اليوم مايرو ندير واحد لانيفيرسير ديال واحد المتتبعه ديالنا في اليوتيوب اللي عمر ليها الدار وظريفه بزاف وحنا كنحماقوا عليها، سميتها فاطمه. اليوم لانيفيرسير ديال نور الهدى. جويز انيفيرسير نور الهدى. جويز انيفيرسير نور الهدى بطول العمر ان شاء الله. المهم ماتي صافي مش كان داوني شي حلوه نور الهدى. المهم غنحتفلوا معاهم وغادي ننشطوا ونضحكوا وندوزوا وقيته زويونه. وجدنا لي كادو لنور الهدى ولماماها. المهم خليوكم معنا، سوف ننطلق ان شاء الله. طريق السلامه، الله يوصلنا على خير. امين. يلا خليوكم معنا. دابا راه وصلنا القليعه، كنتسناو السيده تجيب الطوموبيل. فاطمه غتجيب الطوموبيل باش نتبعوها لدا. اخيرا وصلنا القليعه. لدا القليعه يسوا غير تلامي ربي. هي القليعه يسوا القليعه. هي حداروا نغصت. ايوا مرحبا بينا عندكم. نور عجبوك لي كادو؟ مهم بارطاجيو مع البنات اللي بغا ياخذ شي كادو لشي. جبنا ليها باندو صبايغ الباندو هادي الفيريلات الرويحة هذا جيل دوش الصحة والراحة وجويوز انيفيرسير. وها حنا عند فاطمه كوسميتيك، راه نخلي لكم لاباج ديالها هنايا باش تدخلوا عندها الانستغرام. ها هما الحليوات اللي كتصايب ما شاء الله تبارك الله. صحتكم يا البنات. صحتكم. هاد فاطمه راه كتصايب كلشي وكتصايب حتى لي كوموند البنات للعيالات فيما كنتو. غنخلي لكم الانستغرام ديالها غنخلي لكم هنايا. كتجي داكشي ديال اللوز واعر حتى لهم المرام. الانستغرام رحت لكم الانستغرام العيالات والبنات باش اللي بغا يتواصل معاها اللي بغا يدخل عندها مرحبا. داكشي ديالها واعر، داكشي ديال اللوز مسخون والخدمه زوينه ونقيه. هذه الغريبه ديال البيستاش هو هذا البيستاش ديال اللوز. هلا بوتاكان حفيدة نجاة حماسة كل تركي وري ما تقول راجي من تبعين صغار انا اللي راه السكر بلاصه الناس اللي باين فقات وراسي باين تاع القزال وراسي باين. المهم هي البنات هي عفوره بنينه والخدمه ديال الدار بحال صايبتيها لراسك. هي راه كتخدم كلشي في الدار زوينه بزاف. البستيلات بتشاج كلشي هجموا عليها في الانستغرام. قول ليها راه جينا من عند نجاة وحفيظة. شفتي ديك مكه صاحبتي؟ شفتي ديك مكه؟ ثلاثة ثلاثة ترا دي حلقة انا تحطها. نكتي في الخين ولا بلاصة رزمح السر ولا اللي حزك مح. عرفتي؟ ياك النيحة والبوتا كانت تزرد. والله السر ديالها تحت الصندالة الميكا ولا برا الصندالة الميكا. البوتا كانت تلبسي كانت السر ولا. وانا مزين تفتيت. إلا غير تكريت النار هيدا نموت. أول مرة صراحة نجي ولعين الجو فيها زوين. هاد البلاصة فين ساكنة هي كاين الكالم الراحة التامة، مكاين لا صداع لا والو. نعس متنوض يا الرفيسة ديال فاطمة كوسميتيك بالدجاج واعرة الصراحة وريحتها كتشهي.
بصحتكم. الله يعطيك الصحة فاطمة، صحتك وراحتك. صحتك فاطمة، حاجة فاطمة. أي حاجة وحاجة، وتسال الوالدة ديالها الله يعمر لهم الدار، ناس ديال الكرم. شكرا بزاف، صحتكم. بالنسبة يا البنات اللي بغات الحصة، راه كتصايب البنات حتى الحصة والخدمة ديال الدار، داكشي طبيعي. ها اتصل على هذا الرقم، هذا هيا كوسميتيك بيو فاطمة، ايتملو القليعة اكادير، وهنا تدير حتى الزيوت. وهنا يا البنات اللي بغات الحلوى والكاطو، المهم راه كلشي في الانستغرام ديالها، بستيلا البريوات، اي حاجه بغيتوها يلا هجموا عليها وقولوا ليها من طرفنا. نمشي ناكل تاع نشبع ونخلي العظم للمش لطوطوش. عرفت سعدور صرماش عندها زدت ثلاثة تنينة، هذا زدت ثلاثة تنينة.
على الحيط خصنا شي ديال الا ذاك هو يا ويدي يا ويدي نغطاموش شوفوا واحد البلا واعر زوين صافي يعطيك الصحه الزين انتي بصحتك صحه الجديدات اول مره نخرجوا عند شي متتبعه ديالنا يلا وصلنا غوري ضروري المهم دازت حفله واعره زوينه بزاف والحاجه اللي عجبتنا انه تعرفنا على واحد الانسانه اللي يعني من اطيب خلق الله والله انسانه بنت الاصل وكتعرف بحق يعني المحبه وكتعرف بحق الانسانيه وكتعرف بحق الصداقه ويعني اش غنقول يعني قد ما هضرت في حقها ما غاديش المهم راه غيسلك محا واخا تكا زعما حتى الغار كيحترمي وراستي حتى الغونش اللي تستحقها تفهمت يعني تقاني برامي عند البارة ولا تفقيرتنس ولا فقيرنس هذا سميها الجربي كي سامحتي هذا شي غير داو السلاح الله يخلي ليها والديها ولا يخلي ليها بنيتها العيم داكشي اللي كاين كنحماقوا عليك ربي شكرا بزاف بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على الحلوه ديال الدار الحلوه اللي حتى اللحسه راه وريتكم كارت فيزيت عيطوا ليها كتصيب اللحسه وكتصيب الحلوه ديال الاعياد وكتصيب البسطيلات تريد اي حاجه اللي كتكون بالمناسبه راه كتصيبهم راه غنخليو لكم لي كارت فيزيت ديالهم المهم كنشكركم بزاف على راه كاينه غير في العين القليعه راه قريبه لينا بزاف تصيفط لكم لاي بلاصه بغيتو وما تنساوش اللايك ومرحبا بالناس جداد شاركنا معكم نهار زوين كنحماقوا عليكم سلام باي باي ولكن نسيت كنت زعما في فشكان سبحان الله كلش تفلت والله الا تعيبت كنخلينا زوين بغي لها المونتاج راه نخدم راه تخدمها شي حتى كان في الكبيسه كانت كويس زدت فلوس تحت كوس في البلاي 30 كانت ضف لكم شي حاجه زين انا نبقيهم يا طه راسي كرسي تقرب انا عمر شريان لا انا غير انا اسمي قلب ساعتي فولكي ساعتي قلبي على خير